لكم اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. احنا في شوي اليوم الفيديو لعبة ماريو. ها نلعب كل المراحل ان شاء الله. اذا اكمل الفيديو ما اقطع نص انا بصور بكمل كل المراحل، اذا ما قدرت بعملها بالفيديوهات الجاية ان شاء الله. ولعبة ماريو كتير حلوة وبتسلي طبعا، بنصحكم تنزلوها او ميجاد من اول مرة عشان بصراحة يعني. يلا نبلش بتسلي، واذا كان ما عندك نت كمان بالذات بتسليك كتير. اوكي ناخد هاد نكبرنا. ثلاثة ودخلت. شوف هاي لوين بتودي، ادخل جواتها. بتودي مكان كتير رائع، بدل ما في فلوس وكيف بطلع حتى فيها. هاي الحلزون بخاف منها ما بعرف ليش، هي سيفة صغيرة صغير. يا الله بس شو هذا، صغرت فورا. اوه حاول افوز المرحلة الاولى، لان المرحلة الاولى كتير حلوة. المرحلة الثانية، بس المرحلة الثانية شوي ما بعرف ليه خاف منها. المرحلة الثانية سابقا المرحلة، لا احنا رحنا المرحلة الثانية، خليني افوت المرحلة الثانية لاني رحت عليها. سلب المرحلة الثانية واخيرا الثانية كتير حلوة. يس يمو خيط. الله تمام. نطفي هدول عشان احمي حالي من تحت. بسم الله، واحد اثنين ثلاثة. اوه لهلا الحمد، ايه لسه كنت احكي لهلا الحمد لله ما خسرت. نعيد المرحلة الثانية، صرنا من عند هون الحمد لله انه نعيدها من هون مش من اول شي، لانه من اول شي كان صار بثني شنطة. اني صراحة عديت مراحل كتير صعبة. وي انت لازم افصل. لا 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 ليش دايما هون بوقف وبخسر. يا الله اوكي وي قلت لكم، والله قلت لكم انه هون بضل اخسر. ما هي اخر مرة، المرة الجاية بدي اطفو. المرة بصبر ما بدي اطفو، ما بدي استخدم سلاحي. اما ما بدي استخدم سلاحي، اما هلا ما بدي استخدم سلاحي، اما بعدين اذا كمان مرة هلا خسرت استخدم سلاحي. سلاحي قصدي، ضل احكي سلاحي. تمام المرة ما استفدت.
شفته؟ هستخدم مسدس وهو سلاح اخيرا. يلا يلا. اوكي تمام. انا قلت ما بستخدمه سلاحي، لا هذا قلت بستخدمه لهداك. هذا هو. الحمد لله خلصت منه. اوكي نروح المرحلة الثالثة. الحمد لله. وي يلا المرحلة الثالثة يا رب تكون سهلة. المرحلة الثانية صعبة شوي شوي، بس شوي. يا رب لا، خصوصا لاني يعني بضل اموت فيها، عرفتوا كيف؟ هاي ان شاء الله تكون سهلة كتير وما اضل اموت فيها، لان اذا متت هلا ما حلعب بحايد من الاول. اذا متت من كتير بضل اموت، ادير بالي على صحتي، اخذ فلوس ونصير معي مسدس كتير. اوكي هاي صعبة شوي، لو جربوا تلعبوها. بس زي ما قلت لكم بديش اعمل اعلان عن اللعبة، بس احكي لكم انه نزلوها كتير حتتسلوا كتير كتير، بتسلي وإلى مراحل، خصوصيا المرحلة الأولى حتحسوا حالكم كتير حلو، حسوا حالكم تسليتوا والتهيتوا، يعني مش كله على النت، يعني في ألعاب روعة. مي مي مي. اوكي الحمد لله. كنت خايفة من الضفدع. شفتم احلى هالحركة؟ نطيت وطاع، شفتوا كيف قتلت اثنين بنفس الوقت. عاد استخدم سلاحي عشان ما تفكروني غشاشة وضل استخدم سلاحي. ها تعال موت. اوكي شوفوا ماريو كيف شكله، انفه قد الطنجرة. المرحلة الرابعة. المرحلة الثالثة كتير كانت سهلة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أو أخيرا هلا حطيت المرحلة الثالثة، إن شاء الله تكون سهلة يعني زي ما أتوقع. تمام مبينة من أولتها، يعني بسيطة كتير وأبسط من كل المراحل اللي مرقوا علي. تمام أنت هيك خد طلقة فز فز. ييه بقدر اقتلها هاي؟ لا اذا وقفت ما تطلع هي، شوفوا بس اذا نزلت عليها شوفوا كيف تطلع هي. شوفوا هاي الوردة كيف تطلع من هالخشبة، شفتوا؟ هي اقتلها. بكرههم بكرههم الحلزونات، بكرههم. ايش جد بكرههم انا. لا بكرههم بكرههم بكرههم. هلا صرت كبيرة لسه ما تهنيت.